الشياكه دي حلوه بصراحه. شياكتك يا كابتن ابراهيم، بالمناسبه يعني، بالمناسبه قبل اي حاجه يعني، هو انت بتارجت تشتغل في الاعلام بعد الاعتزال؟ شوف السؤال ده ملوش اي حاجه، ملوش اي علاقه بالتحكيم. بتحب الاعلام يعني؟ بتحب انت يعني مثلا كل واحد يقول لك ايه، انا بعد ما اعتزل انا عايز اشتغل كذا وكذا وكذا، انت بعد التحكيم بتفكر في الاعلام؟ بعد التحكيم نقرر. بحس انه الشخصيه يعني، الشخصيه وانك بتعرف تتعامل وبتعرف تتكلم. شوف يا كيمو، بقى لي فتره كبيره جدا في هجوم عليا بسبب النقطه دي. اللي هي ايه بقى؟ ان انا بحاول الفت الانظار، وان انا بحاول يبقى ليا جمهور. انا هنعيد صياغه السؤال. لا لا، على فكره انا بس هقول لك حاجه، انا في الاول اصلا ما كنتش ناوي اخش في الجدل ده على طول، بس انت دخلتني على طول، فيلا بينا، اهلا وسهلا. انا بس كنت بسال السؤال بدون نوايا. احنا هنعيد صياغه السؤال. اتفضل. انت اعلامي لامع. تمام، يا رب يخليك. هل انا سعيد ان انا اجي مع حضرتك؟ لا طبعا، انا اللي سعيد. لا انا مش قصدي كده برضه. يعني مين اللي دور؟ مين اللي بيبحث ان هو يجيب حد يبقى موجود متواجد؟ طبعا لا، احنا لما بنسعى نجيب حد فبنجيب حد شخصيه ناجحه، شخصيه لها تاثير، وهكذا. اوكي، يبقى انا ما سعيدش ان انا ابقى نجم الحلقه معاك النهارده. صحيح، صح 100%. في المباراه كذلك. انا ما بطلبش من المصورين او المحللين او الصحفيين اللي بيغطوا المباراه ان هم يتكلموا عليا او يسلطوا الضوء عليا. النجوميه اللي انا الناس بتتكلم فيها ان انا ما حطيتش نفسي فيه. يعني مش انا اللي حطيت نفسي في المكانه دي. اللي حطيني في المكانه دي الاعلاميين، مش انا. فانا لو بقيت اعلامي في يوم من الايام، ايوه، هتبقى انتوا السبب. يعني دي حاجه مش مضايقاك؟ لا انا مش متضايق. يعني مش متضايق مثلا انه يتقال ايه كابتن ابراهيم نور الدين بيلفت النظر، ابراهيم نور الدين عنده شخصيته اللي بتخليه يعني انت حاسسها طبيعيه مش انت اللي بتصطنعها. انت صديق ليا بقالك كام سنه؟ كتير، سنوات طويله. خارج الاعلام وخارج المباريات شخصيته طبعًا مختلفه؟ لا، هي دي شخصيتي. وبعدين عنده ثقه في نفسه، ما يزعلش من كلام الناس. اللي عايز يتكلم يتكلم. يعني ما بتزعلش لما بتخش مثلا بعد المباراه تلاقي الناس على السوشيال ميديا يقول لك ايه، حكم كابتن ابراهيم نور الدين لازم يوقف الماتش كتير، لازم يستنى الفار كتير، لازم يروح يزعق للعيب، لازم يروح يكلم مدرب، لازم يروح يكلم اداري. يعني دايما في شغلتنا دي يقول لك ايه، لو بتعرف تخطف الكاميرا، ما بيجيش في دماغك انت تقول ايه انا هعرف اخطف الكاميرا؟ انا مش في احتياج ان انا اخطف الكاميرا. انا مش في احتياج ان انا اخطف كاميرات ولا اعمل اي ايماءات او اي تصرفات تخلي الانظار تتسلط عليا او يبقى عليا كلوز. انا مش محتاج ده. انا وما بزعلش من الكلام ده. انا بزعل لما يبقى في حاجه عندي خطا في مباراه، خطأ فني أثر على نتيجة المباراة، ده يزعلني. عشان دوت بيحدد مستواي يبقى فين. صح، هو ده اللي يزعلني وده اللي يفرق معاك. ده اللي يفرق معايا، لكن اللي عايز يتكلم. بكرة لو حضرتك اتكلمت عليا، حضرتك بكرة مش هتفتكر انت قلت ايه. صح، عشان انا افتكره. فاللي عايز يتكلم. بس لو انا قلت مثلا نقد منطقي وصحيح مش هتتضايق منه وهتسمعه. شوف، انا رديت تقريبا في حياتي على 4 5 في احد البرامج ان هم لما كانوا بيتطرقوا خارج الاطار التحليلي فبرد عليه. لكن حضرتك عايز تقول اللي انت عايزه، عايز تقول كيفما تشاء. انا بالنسبه لي ما بسمعش، ولو سمعت ما بركز. عادي يعني لما تسمع انت محتاج. انت مش انت برضه بس احنا طول الحلقه هنتكلم يعني، هنقول انت يلا حلو حلو. بصفتك ان انت ايه، حضرتك ممثل الاعلاميين دلوقتي. فاهم دلوقتي وانا قاعد قدامك. دلوقتي فلما اقول لحضرتك انت، ما بقاش مقصود ان انت فيه. انت من الشخصيات المحترمه يا رب يخليك. لما تيجي تتكلم انت لازم تدور على ماده. الاعلام الشاطر لازم يدور على ماده يتكلم فيها. صحيح. فلو انا الماده دي انت بتشغل وقتك بيا، خلاص انا لازم اساعدك على كده ان احنا اصحاب، لازم استحملك. خلاص هقول ايه، اتكلم زي ما انت عايز. تقصد ان انا شغلي وتعبي واجتهادي وشطارتي مخلياني لافت نظر الناس انه يتكلموا عني. شغلك هات لي موقف واحد انا عملته متعمد واتكرر. انا لعيب بيجي يعترض بقابله بصرامه. الناس مش واخده على الصرامه دي. دي مش مشكلتي. مشكله الناس ومشكله الاعلاميين اللي بيعلقوا عليها. لو ما علقوش عليها كان الجمهور مش هياخد باله منها. صح، انتوا اللي بتخلوا الجمهور يركز في اشياء خارج الاطار التحليلي.